نشكر الحفل الذي نظمه جامعة غردايا، ونشجع الطلبة ذوي الهمم على تحدي الاستيعاب بالرغم من البعد والإعاقة، ولكن تجاوزنا كل السنوات وتخرجنا. فرحان على تكريم السلطات ومن الوالي والمدير الجامعة على النظر في هذه الحالات، ونوجه لكل الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة أن الإعاقة ماشي إعاقة جسد، هي إعاقة عقل، ويتحدوا كل الصعاب وتفوت. ونوجه لكل الطلبة يكملوا الدراسة وحنايا بالإعاقة وتجاوزنا كلش.